خالد يا زايد انت الزبان انطلق من سرقة سيارة. توماس من قام الغرفة علميني انت علميني ديروا فيه محمد صار علي من دنيا موقف تلاقي دافي لا رياض لا طارق محمد صار وخذها مني نيات صلاح وقول لي انت انت زامل يا رياض تم القصة هي كلقتني نخدم خدمة وظيفة تعنيك والله يمين ما مستحق والله العظيم لو نبي نتعبهم اقسم بالله لم تفهم وفي مصر ميخ انا في الاخير دبلوماسي في الاخير دبلوماسي طاقة 10 غدا تعبوني يا باش ازاي يا سفير ازاي صارت السفير ما ينفعش تنت ليلة وانا ما نديرش فيها دورة الحرام قولوا مخطوني الله يريحوني يا سيدي انا والله الصبح راهو من جاي الاسلام قال لي كسر السيارة قلت له انت راجل يا اخي كسر السيارة انتوا ما كمش رجالة قلت انا في الجماعة وكلا ما فيش واحد منهم بقى في ورطاني رجلية على يمين وما مهتم وما عمري يعني لي حاجة مؤمن اي 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 مساء لا عمر يلا كيف هل هو حوش هذا مساء انت زوجور يا مين اصلا الوحش ده هو في ايه اصلا هذا كان جوه يا عم صورني